السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأحاول أن أذكركم في هذه الحلقة الجديدة بأهداف هذه السلسلة من روح وريحان. طبعا مثل ما تعرفون أن الهدف الرئيسي هو موضوع السلام العام والسلام الداخلي والامتنان والسعادة ورفع الوعي عند الإنسان. وحلقتنا اليوم تدور على الهدف الرئيسي لهذه السلسلة روح وريحان، وهو الامتنان. طبعا طاقة الامتنان طاقة جدا عظيمة وجدا قوية، وإذا يعني أنا خلال بحثي في هالموضوع وجدت أن هي من أعظم الطاقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. مثل ما تجدون طاقة البحر، هذا الطاقة العظيمة، طاقة الجبل، مثل ما أنا ذكرتكم في حلقة من الحلقات وقلت لكم هذه المخلوقات اللي موجودة من ملايين السنين مقارنة بعمر الإنسان البسيط تحتوي على طاقة كبيرة وعظيمة. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان طاقة كبيرة موازية لهذه الطاقة، طاقة جدا 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 إذا فعلتها في حياتك سوف تلقى السعادة والطمأنينة والراحة البال، وتفتح لك الأبواب وتعيش في هذه الدنيا، تعيش في جنة هذه الدنيا قبل جنة الآخرة. هي طاقة الامتنان، وطاقة الامتنان أحبائي وأعزائي أخواتي وإخواني الأعزاء، هذه الطاقة العظيمة اللي موجودة في الامتنان هي طاقتين، طاقة الشكر وطاقة الحمد. وطبعا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: اعملوا آل داود شكرا. طبعا الغريب ان الشكر الناس يتحسبونه فقط كلمات، لكن الله سبحانه وتعالى يقول اعملوا آل داود شكرا، يعني الشكر هو عمل يحتوي على القول والفعل، واساسا يحتوي على النية التي تنزل مثل ما قلنا الى الفكر والى العقل، ثم تنزل الى الاعتقاد، ثم تنزل إلى الجوارح والأركان والسلوك. هذا الشكر إذا أحصينا وإذا أحسسنا بنعم الله سبحانه وتعالى علينا تتوالى وتترى. كل نعمة لو اليوم تخصص يوم واحد لنعمة واحدة وتشكر الله عليها وتحمده عليها، هذه سوف تكبر عندك وتبدأ تتضاعف أضعافا مضاعفة، وبهكذا سوف تدرك ما لهذه النعمة من فواتح الخير ومن بركات سوف تعم بها على حياتك. طبعا الجانب الآخر من جوانب طاقة الامتنان هي الحمد. والحمد كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى: وآخر دعواهم فيها أن الحمد لله رب العالمين. طبعا طاقة الحمد كذلك طاقة كبيرة، ولكن هي في مجال الدعاء وفي مجال القول الحمد لله، وهي أول سورة، سورة الحمد، وهي سورة السبع المثاني في مقابل القرآن العظيم، تبتدأ بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين هي شكر وحمد وثناء على الله تبارك وتعالى جل علاه على هذه النعم العظيمة والكثيرة والمتوالية. إذا أحسها الإنسان ولم يغفل عنها، لأن كثير من مغريات الحياة ومن متاعب الحياة ومن مدخلات الحياة تجعلك تغفل، وأحيانا تستمر في الغفلة وتتغافل عن هذه النعم العظيمة لله سبحانه وتعالى. والحمد كما تعلمون هي كذلك
من أدعية أهل الجنة، وآخر دعواهم فيها أن الحمد لله رب العالمين لما يرون من نعماء الله وسبوغ عطائه وكرمه ومنه وفضله وإحسانه. فإذا لم تحسها في الدنيا وهي موجودة هذه النعم ومتوافرة بكثرة وبوفرة وبعطاء وبسخاء من الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تحسها في الدنيا فلن تحسها في الآخرة. إن الله سبحانه وتعالى من عليك بهذه النعمة العظيمة وهذه الطاقة العظيمة، طاقة الامتنان. يجب أن تخصص لنفسك وقتاً محدداً في كل يوم تستشعر فيها طاقة الامتنان، وطاقة الامتنان سوف كلما جلست وتأملت 5 دقائق وأغلقت عينيك وتذكرت بعض الحوادث الطيبة التي مرت في حياتك كحصولك على الشهادة أو على الوظيفة أو يعني مشاعر كانت فيها إيجابية، فتستجلب هذا الشعور وتحس فيه فتولد لديك طاقة الامتنان وطاقة الشكر، ويعم الخير ويعم هذا الشعور على بقية جوانب حياتك في هذه الدنيا، وتشكر الله سبحانه وتعالى بالقول والفعل والسلوك وفي الأساس بالنية التي تجعلها مستفيضة على جميع أركان حياتك ومتواجدة معك في كل مكان تذهب فيه. فهذه الطاقة طاقة جدا عظيمة تستجلب لك الفرح والسرور والسعادة والسلام الداخلي الذي نهدف إليه من هذه الحلقات المباركة في روح وريحان. أتمنى لكم أن تعيشوا هذه الطاقة يوميا، فإنها طاقة عظيمة وكبيرة وزاخرة ووافرة الظلال على حياتكم، تجعلها في خير وسلام وبركة وزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وهي تمنع عنكم عيون الحاسدين كذلك، لأنها وعد من الله بالزيادة في الشكر والعطاء. فكلما تعطي فعلا وتشكر قولا ونية ووجدانا تعيش الثراء والوفرة والنعمة الكثيرة التي أغدقها الله سبحانه وتعالى عليك، يمدك الله من عونه وطاعته وتوفيقه، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله من روح وريحان. أحبكم بقدر هذا البحر الكبير، أحبكم كثيرا، أحبكم بلا شروط وأحبكم بلا حدود. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.